ازيكم يا صحابي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. وقررت ان انا اجيب لكم النهارده طريقه مختلفه للمعجنات، ان شاء الله هتعجبكم. ممكن تعملوها ساده وتبقى فينو، او ممكن تعملوها محشيه مسكر، او ممكن تخلوها حلوه او حادق، براحتكم. يعني مش هطول عليكم. اول حاجه انا جهزت كوبايه الا ربع ميه، ومعايا تلت كوبايه دقيق، هدوبهم في الميه على البارد وهقلبهم. لما اتاكد ان الدقيق خالص ذاب، هولع النار بقى واللي انا بعمله ده بمناسبة هو حاجة بتخلي العجينة معايا زيها، مثلا زي لما بحط محسن كيك للكيكة، بس دي للمعجنات وطبيعية. هستمر في التقليب لحد ما تبدأ تتقل معايا. دلوقتي بدأت تتقل معايا، اول ما تاخد معايا اللون الشفاف ده يبقى هي كده تمام. هطفي عليها بقى واسيبها تبرد. باين معاكم؟ شايفين اللون بتاعها شفاف ازاي؟ هسيبها بقى تبرد دلوقتي. دلوقتي انا مجهزه معايا 4 كوبايات دقيق، الكوب المعياري، وربع كوبايه سكر، معلقتين لبن بودره، ومعايا معلقه ونص خميره، ورشة ملح طبعا حطوها على الدقيق، ومعايا كوباية يعتبر معلقتين، بس الكوباية دي أكبر من الكوباية المعيارية، وبيضاية، ومعايا معلقتين زبدة أو سمنة حلوة طبعا، والمحسن اللي احنا عملناه. أحط المحسن بعد ما هدا طبعا، مكان اللبن هكسر البيضاية، وحبة من اللبن، وحطها على الخليط، وباللبن، بس هسيب حبة اللي هما المعلقتين عشان من دقيق للتاني بيختلف، وهبدأ أعجن. دلوقتي بعد ما عجنتها كويس هحط لها بقى ربع معلقة زبدة، ربع كوباية، بحرارة الغرفة، وهعجنها تاني.
ممكن الاقيها قطعت مني بس انا هكمل. ممكن ده كله اعمله عادي بعجنه بالايد، مش شرط خالص العجانه. دلوقتي انا عجنتها خلاص، بقت حلوه كده ومبلظه. احط لها ورق استريتش بقى واسيبها تخمر حوالي ساعه. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي العجينه خمرت معايا زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله، جميله جدا. احاول بقى اقسمها. ممكن اقسمها الاول هي كلها على النصين، وبعد كده اقسم كل واحد اتنين او اربعة حسب ما انا حابة اخلي حجمها قد ايه. ممكن اقسم زي ما انا بقسم كده. دلوقتي حطيت رشة خفيفة كده دقيق، والحتة اللي انا هعملها طبعا انت تقدري تشكليها بشكل انت حباه. احط الحشوة حبة جبنة تركي، طبعا دي حاجة بقى انت زي ما انت حابة هتحطي، وعليها جزء لانشو عشان بحب اللانشو. وبعدين هقفل من الجناب كده، بعدين كده، وبعدين ابدأ اعملها زي الرول. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ هعمل واحدة تانية معاكم. نفس الفكرة برضه احط جبنة تركي. وهجيب من الجنب ده وغطي، ومن الجنب التاني. وبعدين هبدأ الفها كده فهتبقى معايا بالشكل ده. وانا برصها في الصينيه بقى، انا مش عايزه بس اخد لكم مكان، حتى ورق زبده في الصينيه واسيب مسافه صغيره. هعمل شكل تاني معاكم، هطولها كده شويه. احط حشوة في النص برضو زي ما انتي حابة بقى. كده. وهضم لفوق كده. هقفلها كده. كده. بعد ما اتأكد ان انا قفلتها هقلبها على الوش التاني. ده في الاخر هيبقى عامل زي الساندوتش. هعمل معاكم شكل تاني برضو، مش محتاجة ان انا افردها، انا هفتحها كده ان انا احشي جواها. وهبدأ اقفل كده.
بقت مقفولة تمام. اخلي طبعا المقفول ده تحت وده هيبقى اللي فوق، هيبقى عامل زي الكايزر برضو شكل كمان. واحاول احط حشوة في جنب واحد وهقفل عليها من الجناب. وبشوكة بعد ما اعملها كده هيجي افك ما بين كام واحده كده واروح ضماهم، افك حبه واضمهم. يا رب تكون الفكره واصله لكم. وطبعا بقى الاشكال اللي انتوا حابينها هتعملوها براحتكم خالص. يعني بعد ما خلصت شكلت كله، طبعا انت براحتك عايزه تعملي كله شكل واحد، عايزه تشكلي براحتك خالص. مسكت بضايه حطيت عليها شويه لبن وضربتها، وهبدا امسح كده بشويش بالراحه، وانا كل هدفي ان انا عايزه اسيبهم شويه يخمروا لحد ما الاقي حجمهم كده كده، واعمل بالراحه كده حرصا ان الخمران اللي خمره ما يروحش على الفاضي. انا عامله حجم صغير عشان كده فرق معايا عدد، انتي ممكن تعمليهم اصلا على 6 او 8 براحتك خالص، يعني الحجم ده الحاجه اللي تريحك. لو انا عايزاه مقرمش من بره ممكن اعمل طبقة البيض دي مرتين، استنى شوية وارجع اعملها تاني. وبعد ما اعمل كده انا بس مش عايزه اطول عليكم، احط رشه سمسم وحبة بركة عشان بحبهم جدا. يعني في ناس بتقول عليها سمسم اسود معرفش ازاي، بس انا عارفاها باسم حبة البركة. هكمل بقى عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم. انا كده خلصت الكمية، هولع الفرن بقى على 180 واسيبه يسخن. طبعا كل ده وقت هو العجين بيخمر فيه بزيادة افضل يعني. بعد كده هدخله الفرن، مش هياخد مني 1/3 ساعة. اول ما الاقيه اخد لون من تحت هولع الشوايه تدي لون من فوق، وممكن ما يحتاجش طبعا الحاجات دي بترجع للفرن بتاعي، بس هو سوا ان شاء الله مش هياخد منك 1/3 ساعة. بس اول ما يطلع هنغطيه بحاجه عشان ما ينشفش مني، عشان انا عن نفسي بحب طري. شايفين الجمال بقى، حجمه تضاعف خالص. بصوا انا حطيتهم بس بحاجه عشان عايزه اغطيهم بسرعه، بس قلت اوريه لكم اول ما طلعوا من الفرن. دلوقتي بعد ما هدا يا بنات
عايزه اوريه لكم من جوه. بص هو بسم الله ما شاء الله ريحته، مش عايزه اقول لكم مخليه البيت ازاي. ده شكله من جوه، بس انا عايزاكم تشوفوا جمال العيش. وطري الحمد لله عشان انا طبعا غطيته، وهش جميلة جدا جدا جدا.